المفروض المرة دي كده هنتكلم عن الجزء بتاع الماركتينج والسيلز في البيزنس بلان. اتكلمنا المرات اللي فاتت عن أجزاء مختلفة، من أول السامري بتاع البيزنس بلان لحد الجزء بتاع الفاينانشال والجزء بتاع الديسكريبشن بتاع البيزنس وكل التفاصيل اللي اتكلمنا فيها المرات اللي فاتت، هنقولها دلوقتي بشكل سريع بحيث تكون متابع معانا علشان برضو الناس اللي ما حضرتش قبل كده. تمام. طيب، المفروض الصوت هادي شوية. طيب، أنا هحاول أعلي الصوت شوية وبرضو تابع معايا، لو في مشكلة في الصوت بلغني. طيب، المفروض برضو أكد معايا لو الصوت فيه أي مشكلة، أكد معايا وقول لي إيه الصوت فيه مشكلة. طيب، دلوقتي المفروض هنتكلم على الجزء بتاع السمري، أو اتكلمنا عن نمو قبل كده، لكن المفروض المرة دي هنتكلم عنه بشكل بسيط وسريع علشان نكمل في جزء الماركتينج وجزء السيلز. طيب، في الديسكريبشن اللي شرحناها قبل كده او في الفيديوز اللي قبل كده اتكلمنا عن البيزنس ديسكريبشن تفاصيله، او ازاي تكتب الديسكريبشن بتاع البيزنس بتاعك بشكل بسيط، واتكلمنا عن الماركت والاوبورتيونيتي المتاحة ليك في السوق وازاي تقدم لها سلوشن من عندك عشان تبقى اضفت حاجة للماركت اللي انت بدأت فيه، والجزء بتاع الكومبيتيشن والتفاصيل بتاعته انت ازاي هتنافس في السوق ده، واتكلمنا بعد كده ازاي تقسمها في التيبل بتاع المين كومبيتيتور علشان تبقى انت عارف مين الكومبيتيتور بتوعك في اني ماركت ونوع المنافسة هتكون ازاي بالظبط. واتكلمنا بعد كده عن الجزء بتاع المانجمنت تيم وازاي هتدير التيم بتاعك بالسكيلز بتاعتهم والباك جراوند المفروض هتكون ايه بالظبط علشان تقدر تشتغل عليهم بشكل كويس، والجزء بتاع الريسك والاوبورتيونيتي اللي انت هتتعرض لهم او هتشتغل عليه. طيب، بعد كده اتكلمنا عن الجزء بتاع الفاينانشال وازاي تقسم البادجت بتاعتك للبروجكت اللي انت هتشتغل عليه بالتفاصيل بتاعته، والكوست بتاعك بتاع البضاعة والتوتال بتاع اللي قبل الضريبة والتوتال بتاع بعد الضريبة والتفاصيل دي كلها. واتكلمنا برضو عن أجزاء تانية زي البالانس شيت والجزء بتاع الفاينانشال بشكل كامل، واتكلمنا بعد كده عن السورس بتاع الفاندز بتاعك انت المفروض هتمول البروجكت ازاي بالتفاصيل بتاعته، وكل ده المفروض اتكلمنا عنه في مرات قبل كده. والمرة بقى اللي فاتت دخلنا، او اللي قبل اللي فاتت كمان، دخلنا في الجزء بتاع البيزنس ديسكريبشن بقى بالتفاصيل بتاعته وازاي تكتب الفاليو بتاعتك والفيجن وتعمل اندستري اوفر فيو بشكل كبير، والكومباني ديسكريبشن والهيستوري ازاي تكتب الهيستوري بتاع البيزنس بتاعك بشكل مبهر وشكل كويس وتحدد الجولز والاوبجكتيف بتاعتك، والكومباني اونرشيب بالتفاصيل بتاعتها مين المفروض مسؤول عن الكومباني الشير بتاعه كل واحد ليه قد ايه في الشركه، او التفاصيل بتاعت الشركه او البيزنس ده. واتكلمنا بعد كده بتاع هو ليه كام برسنتج في الشركه وشير قد ايه. واخر مره بقى المره اللي فاتت اتكلمنا عن الجزء بتاع البرودكت والسيرفيس، وكانت بصراحه من افضل المرات اللي اتكلمنا فيها جوه البيزنس بلان نفسها. وطبعا في الاول خالص شرحنا، في اول سيشن شرحنا الفرق ما بين البيزنس موديل والبيزنس موديل كانفاس والبيزنس بلان والاستراتيجي والاجزاء دي كلها. والمفروض المره اللي فاتت اتكلمنا عن الجزء بتاع البرودكتس والسيرفيس وازاي تقدم حاجه يونيك بشكل كويس، وتطور ده ازاي مع السيرش والديفلوبمنت، وطبعا كل ده ازاي تعمله دوكيومنتد وتكتبه بشكل واضح. والجزء بتاع البرودكشن، تمام، ازاي انت هتشتغل على جزء الانتاج وتقدم
تظبط الجزء المتابعه بتاعه الانتاج بشكل كامل، ودخلنا في الجزء بتاع الماركت اخر حاجه اتكلمنا فيها والتفاصيل بتاعته، وازاي تعمل اناليسز للماركت بتاعك بالتفاصيل بتاعته. كل الكلام ده موجود على فيديوز على اليوتيوب بالتسلسل في بلاي ليست مكمله بعضها، عشان لو انت اول مره تحضر، لو انت مش اول مره تحضر فانت اكيد تابعت مره او مرتين، او تابعت كل الحاجات اللي اتكلمنا فيها دي كلها، وبعضكم بيكتب الحاجات دي بتفاصيلها بيطبق على بروجكت عنده وبيسند تو مي على الميل، وبعمل له كوركتيف اكشن واقول له التفاصيل اللي انت محتاج تضيفها ايه، عندك ميستيكس في حته، عندك حاجات محتاج تضيفها، التفاصيل دي كلها تمام. دي كلها حاجات ايه، لو انت محتاج تزود ما تبقاش بس مجرد ان انت بتحضر وخلاص. طيب الاجزاء دي كلها اتكلمنا فيها. المفروض النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا، وطبعا تخصصنا بقى والاجزاء بتاعتنا ايه اللي احنا بنتكلم فيها تمام. لو حد عايز لينك القناه، نصر بتقول عايزه لينك القناه، هو هي هبعتها لك، وهي موجوده في الديسكريبشن بتاع الجروب، وموجوده على البروفايل عندي بتاع الفيسبوك، موجوده برضو في كل حته، او ابعتي لي اي مسج وانا هبعت لك اللينك. وكمان برضو بالمناسبه اللي محتاج الفايل اللي احنا بنشتغل منه وبنطبق عليه ده برضو يقول لي وانا هبعته له، عشان لو حب يطبق او لو هو شغال يقدر يشتغل عليه بشكل يطبق بشكل واضح ومفصل، وبعد كده نبتدي ان احنا نشتغل بشكل احسن يعني تمام. اوكي هرسل لكم كل الكلام ده تمام. طيب المفروض بقى هنتكلم خلاص بقى، نخش في الموضوع بتاع النهارده، وبعد ما نخلص لو بيبقى عنده اي سؤال بنتناقش فيه، و بنفتح موضوعات للنقاش بقى براحتنا خلاص، بنكون خدنا البارت بتاع النهارده وبنفتح مواضيع للنقاش دي كلها. طيب تعالوا بقى نخش نشوف التفاصيل بتاعت النهارده. المفروض النهارده هنتكلم عن جزء الماركتينج، وهنتكلم عن الجزء بتاع الجزء بتاع السيلز. المفروض الجزء بتاع الماركتينج والجزء بتاع السيلز من اهم البوينت اللي المفروض احنا بنشتغل عليها في الجزء بتاع البيزنس بلان. لو انت قدرت ان انت توضحهم بشكل كبير فانت عملت فرق جامد جدا، وقدرت تبين مدى اهمية البروجكت بتاعك والبيزنس بتاعك. لو انت ما قدرتش ان انت تبينهم بشكل كويس فاعرف ان انت عندك مشكلة، ومستحيل ان البروجكت ده ينجح، لان مفيش بروجكت بينجح من غير ماركتينج ولا سيلز. يعني انت لو ما بعتش البروجكت مش هينجح، ما سوقتش مش هتعرف تبيع، مش هتكون موجود في السوق، مش هتعرف تنافس، الكلام ده كله. طيب لازما وانت بقى شغال في الجزء بتاع الماركتينج، وانت بتكتبه في البيزنس بلان، تبتدي بايه؟ بانترودكشن. تبتدي بايه؟ جزء الانترودكشن، يعني تخلي بالك كده وتبتدي باساسيات التفصيليه او المقدمه بتاعت البلان بتاعت الماركتنج بتاعتك. انا دلوقتي عندي البروجكت المفروض هشتغل عليه. طيب المفروض ان انا بكتب الاسواق اللي انا هشتغل عليها ايه بالظبط. والله انا بستهدف عندي مثلا زي ما احنا بناخد كده، مثلا تعالى مثلا نشوف بروجكت للنظارات مثلا. طب انت لو بتشتغل على سوق النظارات، انا عندي فيه نظارات شمس، وفي نظارات نظر، في نظارات ايطالي، في نظارات بسعر رخيص. طب دي كلها قطاعات او سيجمنتيشنز او تارجت مختلف، كل دي سيجمنتيشن جوه وجواها تارجتس مختلفه انت بتشتغل عليها في السوق. انت هتستهدف انهي سوق بالظبط فيهم، ولا لو هتستهدفهم كلهم المفروض هتشتغل على انهي بارت فيهم. فانت لازم بتكون محدد التارجت بتاعك في الجزء بتاع الانترودكشن، الماركت اللي انت مستهدفه ايه بالظبط، انت هتخترق انهي سوق بالظبط في الماركتنج بتاعك او جزء
الماركتنج بتاعك وازاي انت هتحقق ده، تمام؟ يعني انت هتخطط لده ازاي؟ يعني مثلا والله المفروض ان انا في خلال الماركتنج والسيلز بتاعي هدخل جوه سوق التجزئه بتاع النظارات وابتدي اشتغل على ان انا استهدف الناس اللي عندها مشكله في النظر علشان تلبس نظارات، او بلاش وعيهم من جزء، او الناس اللي عندها تخوف من جزء مثلا عمليات الليزك فور اكزامبل يعني، والمفروض ان انا هشتغل على الجزء ده، وهشتغل بيه عن طريق التجزئه، تمام؟ والمفروض ان انا لما اشتغل عن طريق التجزئه هبتدي اوزع على المحلات الكبيره او البارتيشنز الكبيره في المولات، ودي هتكون طريقه ايه التسويق بتاعتي او المستوى اللي انا هشتغل عليه، مع ان انا هشتغل على الانترنت. خلاص، يبقى انت بنيت ووضحت التفاصيل اللي انت هتشتغل عليها، بنيت ووضحت التفاصيل اللي انت هتشتغل عليها. طيب بتكتب ده كانترودكشن بشكل عام، يعني بتكتب التفاصيل بشكل عام اللي انت هتشتغل عليها جوه البيزنس بلان بتاعتك، هتكتبها بشكل عام وكاستراتيجي بيع وسيلز زي ما احنا قلنا بالتفصيل، او زي ما احنا ادينا عليها مثال بشكل عام. انت هتكتب ازاي انت يعني هاو يو بلان للماركتنج بتاعك، او ان انت تشتغل ده. والله انت هتشتغل على السوشيال ميديا، هتشتغل على الميل اوردرز، هتشتغل مثلا على ان انت تبقى محدد تارجت معين وتبتدي تشتغل عليه، تبقى فاهم بشكل عام، او تكتب مقدمة بشكل عام على الجزء اللي انت هتشتغل عليه او الجزء اللي انت هتبتدي تشتغل منه. طيب بعد كده بقى المفروض ان انت هتشتغل على ايه؟ خلاص احنا قلنا ان انت هتكتب انترودكشن بشكل عام عن جزء الماركتنج والسيلز، بعد كده بتبتدي تشتغل على جزء الماركتنج سيجمنتيشنز والاستراتيجي، بتبتدي تشتغل على الماركت سيجمنتيشنز والاستراتيجي. طيب هل الجزء بتاع البيزنس بلان او الجزء بتاع البلان ليه علاقة بالاستراتيجي، ولا الاستراتيجي ملهاش دعوة بالبلان، ولا البلان جزء من الاستراتيجي؟ التفصيل اللي بيلخبط ناس كتير دي، لا والله انت المفروض بتشتغل على الجزء بتاع البلان، وجوه البلان بتشتغل على جزء الاناليسز، وبعد ما بتطلع الاناليسز من البلان وانت شغال جوه البلان بتعمل اناليسز، بعد الاناليسز بتبتدي تشتغل على الجزء بتاع الاستراتيجي، وبعد الاستراتيجي بتبتدي تشتغل على الجزء بتاع الاكشن. فاحنا هنا دلوقتي خلاص احنا عاملين اناليسز فوق وفاهمين التارجت اودينس بتوعنا والتفاصيل دي كلها. طب الاستراتيجي بقى بتاعت الماركت اللي انا هشتغل فيه، يعني الاهداف اللي انت الاستراتيجيه بتاعت الاهداف اللي انت هتشتغل عليها في السوق ده. يعني انت بتحدد مجموعه معينه من العملاء، تمام، بتشتغل عليهم، وبتشتغل على بقى الجزء بتاع الديموغرافيك بتاعهم، وبتشتغل على السن بتاعهم، وبتشتغل على الايدج بتاعتهم، بتشوف والله هم التفاصيل بتاعتهم ايه بشكل عام، بتبتدي تشتغل على الاجزاء محدده. يعني انت هنا في الجزء ده بشكل عام بتشرح استراتيجيه اللي انت اشتغل عليها كل شريحه احنا قلناها فوق. يعني ايه الكلام ده؟ والله انا قلت ان انا، تعال كده نكمل على نفس المثال، انا قلت ان انا هشتغل على الناس اللي هي بتشتغل على جزء النظارات، او هي محتاجه تشتري نظارات. طيب انا عندي في السوق شرائح مختلفه، ناس محتاجه نظارات شمس، ناس محتاجه دي كده ماركت معين جوه السيجمنتيشن بتاعتي ليها طريقه معينه. طيب الجزء التاني او القطاع التاني اللي هشتغل عليه او البارت التاني اللي انا هشتغل عليه، لا والله انا محتاج اشتغل على الناس اللي محتاجه نظارات شمس، او الناس اللي محتاجه نظارات نظر، دي جزء تاني او سيجمنتيشن تاني. طب انت بقى خلاص احنا قسمنا الاجزاء دي، قسمنا الاجزاء دي، انت بقى لكل شريحه منهم او لكل ماركت منهم او لكل سيجمنتيشن منهم هتشتغل عليه ازاي؟ القسم ده كله، كل واحد منهم ايه المسج اللي انت محتاج توصلها ليه، تمام؟ طيب بعد كده خلاص انت كتبتها زي ما احنا قلنا في الاكزامبل ده، بعد كده بتشتغل على الجزء بتاع التارجتنج استراتيجي، الجزء بتاع التارجتنج استراتيجي. طب في التارجتنج استراتيجي دي انت المفروض هتشتغل على ايه بالظبط؟ والله انت المفروض بتشتغل على الجزء بتاع استراتيجية السوق نفسها،
تمام. يعني انت دلوقتي بتحدد زي ما قلنا انت اللوكيشن بتاع الناس دي، مستوى تعليمهم ايه بالظبط، الناس دي انت لما هتترجتها ايه الطريقه اللي هتترجتهم بيها. لازم بتفكر في الانكم سالري بتاع الناس دي، هم دخلهم قد كام، متعلمين ولا لا، التفاصيل بتاعتهم. تعالى كده مثلا، ما كل الناس بتلبس نظارات عادي جدا، ممكن كل الناس تلبس نظارات عادي، لكن انت الناس اللي بتلبس نظارات وما عندهاش مشكله في البادجت اللي هتدفعها، ومهم بالنسبه لها الشكل والديزاين، غير الناس اللي بتبقى مهتمه جدا بالكواليتي وان النظاره تكون خفيفه جدا على وشها والحاجات التكنيكال دي. دي كده شريحه تانيه. في ناس تانية مش مهم كل ده، المهم البرايس، هي هتدفع كام، تمام، بغض النظر، المهم ان هي هتلبس نظارة بس هتدفع كام، تمام. فكل دول ناس مختلفين، الأعمار بتاعتهم. أنا لو حد في جامعة وهيشتري نظارة، غير لما يكون مثلا ربة منزل وقاعدة في البيت عفوا، والمفروض إن هي هتلبس نظارة، النظرية نفسها للنظارة او للبرودكت او السيرفيس اللي انت بتقدمها بتبقى مختلفه. فانت هنا التارجت استراتيجي بتاعتك هتمشي ازاي؟ لا والله انا عندي الناس اللي هتشتغل، او الناس اللي بتفكر في النظاره اللي هي مثلا هتلبسها البرودكت بتاعي النظر، لا من سن كذا لسن كذا دول بيفكروا في جزء معين، من سن كذا لسن كذا انا ببتدي اشتغل على الجزء ده. فلازم بتقسم ده الكلام ده كله. لما الناس بتيجي تشتغل implementation، بتشتغل ads، بتبتدي تفكر في الكلام ده. طب انا هستهدف مين؟ تمام، انا هشتغل على فيسبوك مثلا وهستهدف مين؟ مش بيبقى واخد باله ان المفروض الكلام ده اصلا من زمان، الكلام ده بيكون محدد من زمان جدا، من وانا ببتدي البيزنس بلان بتاعتي، بكون فاهم انا بطلع منتج او هشتغل على ان انا هبيع لمنتج بناء على ايه بالظبط، ايه اللي عند الناس دي انا هشتغل عليه علشان ابتدي اطلعه واستهدف الناس دي. طيب انت بقى عشان تعمل الاجزاء دي لازم بتكون انت فاهم. طب انت لو ماركتير والبروجكت ده مش بتاعك، انت خدت البروجكت ده علشان تسوق له، لا والله انت خدت البروجكت ده عشان تسوق له، لازم بتفهم انت يا صاحب البيزنس، انت يا اللي عايزني اشتغل لك ماركتنج، انت فتحت البيزنس ده ليه؟ مين التارجت اودينس بتوعك؟ ممكن ما يكونش فاهم الكلام ده، لكن انا بقى دي شغلانتي ان انا من خلال فهمه للسوق والاحتياج السوق اقدر احول الكلام ده لنظريات علمية وابتدي افهم السوق ده اشتغل عليه ازاي، تمام. ده جزء او دي بورت لازم تخلي بالك منه لو انت شغال وبتشتغل implementation على طول، لازم تخلي بالك من الاجزاء دي. طيب بعد كده بتبتدي تشتغل على الجزء بتاع البوزيشن، الجزء بتاع البوزيشن. احنا هنا خد بالكوا احنا اشتغلنا على قاعده مهمه جدا وهي اسمها الاس تي بي. عندك هنا الماركت سيجمنتيشن، تمام، ادي الاس، وعندك التي التارجت استراتيجي، وعندك البوزيشن الجزء بتاع البوزيشن استراتيجي. خلاص، يبقى احنا هنا شغالين على قواعد، شغالين على اسس، مش بتشتغل على التارجت دايركت كده على طول، لان المفروض استهدف مين، وبنحدد هنستهدف مين ونشتغل دايركت على طول. لا، انت لازم بتكون فاهم بتشتغل على ايه، فاهم انت بتستهدف مين، الكلام ده كله. فانت لازم تكون محدد الناس دي، لازم تشتغل بقى في الجزء بتاع البوزيشن استراتيجي، انت بتستهدف مين، ايه المسج اللي انت هتحطها، تمام، علشان تواجه بيها المنافسين بتوعك، علشان تواجه بيها المنافسين بتوعك في الشغل بتاعك، تواجه بيها المنافسين بتوعك في الشغل بتاعك او في الاجزاء اللي انت بتشتغل عليها في البوزيشن، تمام. لا والله انا عندي، تعالوا كده ناخد الاكزامبل على بعضه من الاول. يبقى احنا كده هنتكلم على الجزء الماركت استراتيجي او السيجمنتيشن استراتيجي والتارجت استراتيجي والجزء بتاع البوزيشن استراتيجي. طيب الثلاث اجزاء دول هشتغلهم ازاي؟ والله انا عندي السيجمنتيشن بتوع نظارات، انا بشتغل في منتجات النظارات. طيب في الجزء بتاع التارجت، والله انا بشتغل على الناس اللي هي مهتمه بنظارات النظر لوحدها، الناس المهتمه بنظارات الشمس لوحدها.
طيب تعالى كده بعد كده نحط لكل جزء بوزيشن بعد ما قسمناهم. والله انا عندي البوزيشن بتاع النظارات النظارات النظر ان هي خفيفه جدا وماركه ايطالي، وببتدي مثلا ان انا احط البوزيشن بتاعها بشكل محدد، الاد فاليو اللي انا بضيفها للبرودكت ده. طب نروح على الناحيه الثانيه التارجت استراتيجي، انا عندي الجزء بتاع الجزء بتاع نظارات الشمس. لا والله انا عندي الجزء بتاع نظارات الشمس ده، انا الناس دي بحط لها مثلا، لا والله انت عندك ان النظاره مش تعمل علامه في وشك مثلا من اثار الشمس والكلام ده، تمام. فدي ده الجزء بتاع الاس تي بي او السيجمنتيشن استراتيجي والتارجت استراتيجي والبوزيشن ايه استراتيجي، تمام. طيب بعد كده بقى بنتكلم في الجزء بتاع الماركتنج، جزء مهم جدا عشان بس نبقى فاهمين ان احنا شغلنا كماركتنج مش بيعتمد بس على حاجات معينه قليله، لا ده انا بعتمد على اجزاء مهمه جدا في كل حاجه في البروجكت، سواء الكلاينت سواء الكومباتيتور سواء البرايسنج سواء الجزء بتاع الموزعين او الديستريبيوتور سواء بتوع السيلز السبلاي تشين، كل حاجه انا بتاع ماركتنج انا ريليتد بيها، انا ريليتد بيها. طيب دي كلها اجزاء لازم اخلي بالي منها. طيب قبل ما نخش على حاجه بعد الاس تي بي دي، حد عنده سؤال في اي بوينت من الحاجات اللي احنا قلناها او جوه البيزنس بلان نفسها؟ الله يعطيك العافية، شكرا ليك جدا، ربنا يخليك. الله يسعدك. بس أنا بدي حابة بس يعني مجرد بس تفرقة يعني كمان مرة بين التارجتينج استراتيجي والبوزيشن استراتيجي البرايسنج استراتيجي، هل شرحت فيها إشي يعني ولا إنه كيف عشان إنه نشوف كيف إحنا بنعمل السعر صح؟ تمام، بص، هو الجزء بتاع السعر مختلف شوية، هو جاي في بورت جاي، بس الفرق ما بين التارجت والبوزيشن ان انا بقسم القطاع بتاع السوق نفسه لاهتمامات مختلفة، وبحط لكل اهتمام المسج او القيمة الحقيقية للجزء اللي انا شغال عليه. يعني مثلا لو انا شغال، مثلا حضرتك شغال على بروجكت معين، مثلا اديلك عليه اكزامبل بحيث الدنيا تكون اقرب لك. اتفضل يا ريت. تمام، ايه البروجكت اللي حضرتك مثلا بتشتغل عليه؟ انا صراحة انا بشتغل بروكيورمنت انجينير يعني بقطاع غيار. طيب، طيب ممكن مثلا تدينا مثال كده، مثلا على قطعتين غيار، هي قطع غيار لايه؟ لسيارات ولا لايه؟ لا لبواخر. حلو جدا. طيب قطع غيار البواخر دي السيجمنتيشن اللي انا بشتغل عليها، تمام؟ دي السيجمنتيشن اللي انا بشتغل عليها. طيب ننزل تحت شوية بقى، في قطعتين غيار مختلفين عن بعض، مثلا زي ايه وايه؟ يعني مثلا قصدك القطع الجينون والنون جينون، ولا مثلا قطع مثلا مختلفة، انه مثلا نحكي قطعة من شركة بايليستيك وقطعة من شركة دايهاتسو هيك لا، ما يعني كيف؟ مثلا قصدي اقصد مثلا قطعة مثلا خاصة بالمحركات، وقطعة مثلا تانية خاصة بالصفيح من بره، او بالغلاف بتاع او يعني مثلا تحكي انه انجن سبير بارتس ودك سبير بارتس، انجن سبير بارتس اللي هي بتكون بالمحرك تحك، ودك سبير بارتس اللي هي سبير بارتس بالدك بالفوق يعني بالسطح الفوقاني اللي حلو مبين جدا. تمام، بالصفيح. بص كده حضرتك، في ناس مهتمية بالجزء اللي فوق ده، وناس مهتمية بالجزء اللي تحت. ممكن انا لما اجي اشتري برودكت مثلا منه، او اشتري حاجة منهم، بكون مهتم بالكواليتي مثلا بتاع الموتور وقوة الدفع وما الى ذلك والحاجات دي. ممكن ناس ما بتبصش للجزء ده خالص، بتبص للجزء اللي فوق والشكل العام ومظهر السفينة نفسها او الجو العام من فوق. تمام، فدول كده تارجت ودول تارجت. تمام أيوة تمام تمام. طب الجزء بقى بتاع البوزيشن، باجي لكل واحد منهم احط له مسج معينه على حسب ما هو عايزها. يعني لو جينا أيوة مثلا للجزء بتاع الموتور،
عشان نبقى مسهلين الدنيا شويه على الناس حتى اللي بتسمع. لا، الجزء بتاع الموتور انا بحط بوزيشن معين، لان هو مثلا ايه ده اقوى مثلا موتور الماني مثلا، دي كده المسج بتاع التارجت بتاع الموتور او الناس ايوه المهتميه بجزء الموتور. طب الناس بقى اللي فوق بقى اللي هي مهتميه بالجزء اللي فوق، ببتدي احط لها مسج تانية خاصه بيهم. ايوه تمام، طب يبقى انا هلا بعمل مثلا انا بوزيشن كيف للجزء ده. بوزيشنال، تمام كيف انا مثلا اصوغ المسج بطريقه انها على كل واحد على الكور بليفز تبعته؟ كيف يعني؟ يعني هل هي هاي مثلا بشكل هبقى اكيد انه بس يكون في حكي وبيكون مواجهه مباشره وبيكون عصف ذهني ونعرف الاهتماماته من هالحكي هذا؟ تمام بص، هو بيكون بناء على العميل نفسه بيدور على ايه. يعني انا دلوقتي عميل من ضمن العملاء اللي هيشتغلوا على قطع غيار الموتور. طيب حلو جدا، معظم العملاء بتدور على ايه، او انا بتارجت اني واحد فيهم بيدور على ايه. يعني انا مثلا ما بجيبش منتجات مثلا من الصين مثلا اللي هي بسعر رخيص، انا بجيب الحاجة الكويسة جدا واللي هي بتعيش فترة طويلة. فخلاص ده بوزيشن بتاعي. تمام، دي ده حاجة أنا بحطها ليا، فأنا ببتدي بناء على أصوغها. مراقبة سلوك الكاستمر. حلو بالظبط، وببتدي أطلع أعمل مثلا عصف ذهني وابتدي أطلع مسج معينة للجزء اللي أنا بشتغل عليه ده. يبقى أنا حددت لكل تارجت البوزيشن بتاعه، وكلهم جوه السيجمنتيشن الناس اللي مهتمية بقطع غيار نقف السوفت. شوية. تمام أيوة تمام 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 يسلم كتير. تمام مروة، الفايل مروة بتسأل، الفايل ده هبعته لكم يعني بعد ال 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 بعد ال ما نخلص. اللي محتاج الفايل هبعته له عادي جدا، مفيش أي مشكلة. كان في حد رفع إيده اللي عنده سؤال ممكن يسأل قبل ما نكمل عادي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أول شيء حاجة شكرا جزيلا على السيشن. عفو. أنا بس بسأل إذا أنا عندي كم برودكت، يعني أنا مثلا هم كلهم، أنا عارفة إن الكلاينتس حقهم واحد وأنا عندي كم برودكت شغالة عليهم، تمام وهم كلهم مثلا الكلاينتس حقينهم عندهم نيدز في كل البرودكت دي، لكن مثلا أنا مرات بحس انه يكون مثلا في برودكت طاغي على الثاني، او انا مثلا ما قادره احدد البرودكت المناسب اللي انا ممكن امشي بيه لقدام، شنو ما قادره اشوف، ما قادره اقرا السوق صح، يعني فشنو الخطوات اللي تخليني انا اقدر اعرف الكلاين ده دي حوجته، يعني او زي ما قالت قبل شويه بس سلوك حق الكلاين انا بس ما قادره اعرف، ما قادره احدد يعني. بصي، هقول لحضرتك حاجة. هو مفيش برودكت بيطلع ملوش اهتمام، يعني كل البرودكتس اللي هتلاقيها عند حضرتك ليها ناس مهتمية بيها. بس بتفرق في ايه بقى؟ في عدد الناس المهتمية ومهتمية بإيه بالظبط. في عدد الناس المهتمية ومهتمية بإيه بالظبط. فأنا ببتدي أعمل زي ستراكشر كده، أو بعمل رسم بياني كده تفصيلي عن كل برودكت لوحده، وببتدي اطلع له نفس الجزء اللي انا طلعته الاس تي بي دي. والله البرودكت ده من ضمن الناس اللي مهتميه بالملابس، لكن مهتمين بملابس الاطفال، ده جزء. وعندي مثلا برودكت تاني مثلا احذيه، ده من ضمن الناس المهتميه باحذيه، دي سيجمنتيشن تانيه لكن بتاعه الاطفال. وابتدي احدد كل برودكت عندي السيجمنتيشن بتاعته ايه، والجزء بتاع التارجت والبوزيشن. تمام، وبعد كده ببتدي احدد انا هشتغل على انهي بالظبط، او لو انا هشتغل على كل المنتجات دي فانا هقسمها ازاي. لو انا هشتغل مثلا عليها على الويب سايت، فانا بكون محدد والله ده الويب سايت لازم بيكون ليه سايت ماب، ومقسم كل جزء لوحده عشان اماركت لكل جزء على حسب الاهتمامات بتاعته. لا والله ده انا هشتغلهم على حسب بقى طريقة الشغل والبيزنس بتاعي. تمام، لا والله ده انا هشتغل برودكت واحد بس، ومع الوقت ابتدي اضيف كل شويه برودكت مختلف وماركت لبرودكت مختلف. فلازم اكون عامل استراكشر موضح فيه كل المنتجات بتاعتي دي، مين اللي مهتم بيها بطريقه مباشره ومين اللي مهتم بيها بطريقه غير مباشره. تمام 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 اوكي فهمت عليك، مساء شكرا. الخير. مساء النور. عفوا، مساء النور. استاذ محمود، انا كنت بس عايز اكد على كلامك يعني في النقطه دي عشان اثبت المعلومه. يعني انا دلوقتي
خطه التسويق، وما اجي اعمل الاس تي بي، ما اجي اعملها في بدايه الشركه عندي، او ان انا هاسس الشركه او هاسس المشروع بتاعي، وبعد كده اعملها لكل تفصيل عندي او منتج هبيعه عشان اعرف اتارجته صح للعميل. بالظبط. يعني هي مش بعمل بس ده للشركه بس، لا بعمله برضو لكل منتج عندي. بعمله للماركت اكتر ما انا بعمله للبرودكت نفسه. بعمله للبرودكت فعلا، وبشتغل عليه عشان ابتدي استهدفه، بس لو بصيت هتلاقي ان كل برودكت ليه الماركت بتاعه. يعني انا ببتدي مثلا لو انا هشتغل في الملابس، فانا مش هاخد كل نوع من انواع الملابس هشتغل عليه الجزء ده، لا انا خلاص انا بتارجت جزء الملابس، الناس المهتمية بملابس مثلا الاطفال، وببتدي اعمل لهم ماركت وايه وتارجت وبوزيشن. تمام، هشتغل في جزء تاني وابتدي اشتغل على السايكل دي. بعد كده ببتدي اشتغل اس تي بي على حسب وانا بماركت او بعمل. بقى دي بقى المرحله الثانيه، وانا بعمل الماركتنج بلان، بقى بعمل ماركتنج بلان، بقى باخد الجزء ده وابتدي اشتغل عليه بشكل تفصيلي بقى كبير جدا. تمام، انا مجموعه الملابس بتاعت الاطفال فيها ليفلز معينه، طب الناس المهتمه بالليفل ده البوزيشن بتاعهم ايه، والناس البوزيشن هنا ايه. وبعد كده ببتدي اشتغل بقى المرحله الثالثه على السوشيال ميديا، اوزعهم على السوشيال ميديا وابتدي اشتغل عليهم كونتنت بالبوزيشن دي. فهمت التدرج ماشي نزل ازاي؟ جميل جدا، تسلم. ممكن اوضحها لك اكتر لو الدنيا عندك حصلت فيها ايه. تمام، وصلت كده، شكرا. تمام، عفوا. تمام، طيب خلينا بقى نكمل ونخش في الجزء بتاع خلاص خدنا الجزء بتاع السيجمنتيشن والتارجت والبوزيشن. انت ممكن برضو تعملوا سيرش عن القاعده بتاعت الاس تي بي، هتفهمكم اكتر وهتعرفوها اكتر او هتقروا عنها اكتر، وهتلاقوها كمان مشروحه على الجروب في بوست لوحده، وهتلاقوها كمان موجوده على الانستجرام برضو بشرح. طيب خلينا نخش على الجزء بتاع وقفنا هنخش عند الجزء بتاع البرودكت، الاستراتيجي بتاعت البرودكت نفسها. انا الاستراتيجي بتاعت البرودكت نفسها، المنتج بتاعي اصلا التصميم بتاعه عامل ازاي، تصميم المنتج نفسه والخدمات اللي انا بقدمها، المفروض هل هي اصلا معمول عشان تلبي النيدز بتاعت الكلاينت، وهنافس فيها ازاي في السوق. تمام، دي الجزء اللي انا لازم اشتغل عليه. ببتدي ادسكرايب ان ازاي البرودكت بتاعتي دي او السيرفيس، تمام، الديزاين بتاعها هيخدم السوق، تمام، والبرودكت نفسه هيخدم السوق في التارجت او الكاستمر بتاعي. في منتجات كده الديزاين يمشيها والتغليفه بتاعتها تمشيها اكتر من البرودكت نفسه من جوه. يعني لو انت مثلا رحت للدكتور بتكشف مثلا عند دكتور الاسنان، السيرفيس بتاعته هو ده دكتور اسنان، ولقيت العياده يعني كويسه جدا، نظيفه جدا، الناس اللي بتستقبلك هناك بيعاملوك بشكل كويس وما الى ذلك، دي كلها مش السيرفيس بتاعتك، دي الحاجات اللي فوق السيرفيس. يعني انت كل هدفك وانت رايح لدكتور الاسنان ان انت تطلع معالج الجزء بتاع الاسنان بتاعك او الجزء بتاع الضروس بتاعتك، او هدفك من مروحك للدكتور. انما بقى شكل العياده والريسبشن اللي بيقابلك ولطف الدكتور وابتسامته والكلام ده كله، ممكن لو انت اصلا الدكتور ده مش كفء ومش هيقدر يعالج معاك بشكل كبير وبشكل اسرع، ممكن تروح له برضو علشان انت حبيت المكان، عشان انت السيرفيس دي قدرت ان هي تفرض نفسها عليك، قدرت تلبي الاحتياج بتاعك بشكل كويس، كديزاين، كشكل، كسيرفيس مقدمة. فانت لازم تتك على جزء معين او تديسكرايب جزء معين وتسكوب على جزء معين، ده اللي هيخلي الناس والتارجت اودينس يكونوا محتاجينك ويروحوا لك. وفي نفس الوقت الناس محتاجة ايه عشان تجي لك؟ والله انا عشان الناس تيجي لي انا دكتور اسنان، لا الناس محتاجه ان هي تيجي تلاقي تدخل بشكل سريع، ما تقعدش زي عند دكتور الاسنان بالثلاث اربع ساعات، محتاجه ان هي تلاقي سيرفيس كويسه، تلاقي نظافه والكلام ده كله. فانت بتحدد ده. مثلا لو انت شغال
في مجال التجميل، والله ممكن ناس او سيدات تشتري الميك اب بس علشان هو شكل الديزاين بتاع العلبه بتاعت الميك اب جامد جدا، لكنه هو زيه زي اي ميك اب عادي جدا، تمام؟ بس هما خلاص، هو الديزاين، او هو قدر ان هو يجذب ازاي الكلاينت بتاعه، البيزنس بتاعك كبرودكت بتقدمها او سيرفيس قدر تجذب الناس بشكل كويس. فانت ديسكرايب ده، انا ازاي هبتدي اشتغل على النيدز بتاعت الناس علشان الناس تتقدم لي وتجيلي تاخد السيرفيس بتاعتي، سواء بقى بديزاين، سواء بخدمات ما بعد البيع، سواء بالكواليتي بتاعت البرودكت نفسه. المفروض ان انا اشتغل على استراتيجي معينه علشان اجذب بيها الناس، تمام؟ طيب احنا بقى مثلا بشكل عام كده، لو ظبطنا الجزء بتاع البرودكت والسيرفيس دي اللي انا هخدم بيها الناس تتحط مع البوزيشن اللي الناس محتاجاه جوه التارجت ده، هتبقى حاجه كويسه جدا. يعني انا التارجت بتاعتي الناس اللي هي محتاجه تلبس نظاره عشان نظرها، حلو جدا، بس انا النظاره اللي عندي بتتراك على الجزء بتاع البرودكت، تمام؟ ان هي خفيفه جدا وهي عمليه بشكل كبير، ولو وقعت ما تتكسرش. خلاص انا هشتغل على ده في الجزء بتاع البوزيشن واكتبه في المسج بتاعتي، يبقى انت البس نظاره خفيفه ما بتتكسرش، فور اكزامبل يعني، تمام؟ يبقى انا خلاص استهدفت الناس اللي عايزه نظارات، واتكيت على البوزيشن بتاعهم على حسب النيدز بتاعتهم والاحتياج بتاعهم، وانا فعليا جوه البرودكت بتاعتي النظاره بتاعتي مش بتقع تتكسر، وفي نفس الوقت خفيفه وديزاين جميل، حلو جدا. يبقى انا قدرت ان انا اشتغل على الجزء بتاع الماركتنج بشكل كويس جدا، وابتديت ان انا اخد بالي من الجزء ده. طيب تعالى بعد كده نتكلم على الجزء بتاع البرايسنج، مهم جدا ان انت تكون عامل برايسنج استراتيجي. يعني ايه برايسنج استراتيجي؟ يعني تكون فاهم الكلاينت اللي هيشتري منك ده، او الكلاينت اللي هياخد منك البرودكت ده، هو اصلا بيقارن بالسعر بنسبة قد ايه. يعني في مثلا، لو احنا بنتكلم مثلا في ناس عندك في كلاس اي، بيقارنوا بالسعر بشكل كبير، في عندك مثلا كلاس سي، لا مش بيقارنوا بالسعر، على حسب الحاجة، على حسب كل ماركت وكل سوق انت شغال عليه، الناس اللي فيه بتفكر في السعر ازاي، تمام؟ يعني انت دلوقتي كمان لازم تشوف المنافسين، الاستراتيجي بتاعتهم في التسعير ماشيه ازاي، بيسعروا ازاي، تمام؟ هل هم بيسعروا التكلفه بشكل عام وبيحط عليها بنفيت مكسب قد ايه، تمام؟ فانت لازم تكون محدد انت ازاي بتخطط الاسعار بتاعتك. والله انا هنزل السوق باسعار قليله جدا جدا، وبعد كده المفروض ان انا هعلي الاسعار، دي استراتيجي. لا، انا الاستراتيجي بتاعتي ان انا هنزل بسعر عالي عادي جدا، تمام، زي السوق، لكن هعمل اوفرز كويس جدا عشان يوم ما افكر ان انا اعلي السعر ارجع للسعر اللي هو قبل الاوفر، تمام؟ فدي جزء من البرايسنج استراتيجي. طب انا احدد ده ازاي؟ هتعتمد على عاملين مهمين جدا. اول حاجه الجزء بتاع المنافس بيعمل اشتغل على البرايسنج استراتيجي ازاي. لازم تفكر في الجزء ده، الكاستمر بتاعي امتى يهرب مني لو انا حطيت سعر معين، وامتى يجي يشتري مني لما انا احط سعر فعال كويس جدا بالنسبه لي. فانت هتحط الماركت استراتيجي بناء على المنافسين والسوق شغال على سعر ازاي، وانت التكلفه بتاعتك كام، وهتبتدي تلعب في السعر ازاي معاه، تمام؟ فانت هتديسكرايب ده ازاي، وهتشتغل على الجزء ده ازاي. طيب بعد كده بتتكلم على الجزء بتاع الديستريبيوشن شانلز. يعني ايه الديستريبيوشن شانلز؟ يعني الشانلز اللي انت هتوزع فيها الشغل بتاعك. يعني انت دلوقتي، والله انا كشركه كوكاكولا بيجي لي شركات توزيع بياخدوا كميات كبيره وهم يوزعوا على المحلات، تمام؟ لا والله انا مثلا في شركه فارماسيوتيكال، انا هنتج الدواء، وبعد ما بنتج الدواء في شركات توزيع بتاخده، تمام، وهي اللي مسؤوله عن الصيدليات، وهي اللي بتنزل للصيدليات بخصوماتها بعروضها وكده. لا والله انا مثلا فرنتشر، فانا مش بعمل في المصنع بتاعي وبعرض في المعرض والناس بتيجي تشتري من المعرض، حلو. طيب دي كلها قنوات توزيع، انا هخرج المنتج من عندي ازاي، تمام، واعمل استراتيجيه لده. بديسكرايب
ماي استراتيجي علشان ابتدي اشوف انا اشتغل على الماركت بليس ده ازاي وابتدي اوزع فيه بشكل مهم جدا. في ناس بتشتغل كويس جدا 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 وتيجي توزع بقى، يلا احنا فرشنا وعملنا وجبنا منتج هايل وحطينا له بوزيشن جميل جدا واسعارنا ما لهاش منافسه وكل حاجه، بس يلا وزع بقى الشغل بتاعك. طب ايه، انا هوزع فين؟ هبيع فين؟ هنزل الشغل ده فين؟ مش بيبقى عامل حسابه على الاجزاء دي. وكل طبعا ما يكون انتشارك في الجزء ده، نجاحك في جزء الديستريبيوشن ده، ان انت تنتشر اكتر، ان انت يكون منتشر بشكل كبير. تمام. طيب الجزء بقى اللي بعد كده، تمام خلاص، احنا الجزء بقى اللي هو اللي الناس كتير بتبتدي تشتغل منه، تمام، وتسيب كل اللي فات ده. الناس بتروح تشتغل امبلمنتيشن على طول على جزء البروموشن وخلاص، بتروح تعمل اعلان ويلا نعمل اعلان على طول. تمام. طيب انت لما تروح تبتدي تشتغل على البروموشن او الادفيرتايزنج بتاعك استراتيجي، هنا بتعمل ايه؟ لازما بتحط كل الحاجات اللي انت ناوي تشتغل عليها في الجزء بتاع البروموشن والاستراتيجي اللي هتشتغل عليه. يعني انا دلوقتي منتج لسه جديد نازل السوق، ومفروض ان انا هشتغل على الاعلانات. طيب انا محتاج اعمل اويرنس، محتاج اشتغل على براند اويرنس عشان الناس تعرفني، محتاج ان انا، لا والله انا منتج موجود وكل حاجه ومحتاج انكريس سيلز، لا خلاص يبقى انا هشتغل اعلانات سيلز، دي استراتيجي. والله الاستراتيجي بتاعتي ان انا هنزل على الفيسبوك وانستجرام واعمل عليهم شوب وابيع من خلالهم بأوفرز كبيره، دي استراتيجي. لا والله انا المفروض ان انا هاخد كوبري 6 اكتوبر كله واملاه يوفط عشان الناس مثلا اللي نازله مدينه نصر تشوفني، عشان لو هتشتري من عندي وانا في مدينه نصر، او مثلا وانا او الناس اللي راجعه من مدينه نصر، خلاص دي استراتيجي. والله انا مثلا محتاج ان انا هعمل اعلانات عند كل الاكشاك اللي في المنطقه دي، خلاص دي استراتيجي. لا انا هعمل ديل مع مدرسه علشان تحط اليوفت والبرنرز بتاعتي جوه المدرسه عشان اولياء الامور يجي يشتري من عندي اليونيفورم، دي استراتيجي. فانت الاستراتيجي بتاعت البروموشن والادفرتايزنج بتاعتك هتمشيها ازاي؟ تمام، دي حته مهمه جدا ولازم تكتبها وتحطها في بوينت. تمام. طب تفصيليا لما بقى الكلام ده كله بيتحط في الماركتنج بلان، لما تيجي تعمل ماركتنج بلان بيبتدي تشتغل عليها بشكل مهم جدا وبشكل اساسي. طيب نيجي بقى للجزء اللي بعد كده، لما تيجي تشتغل على الجزء بتاع السيلز استراتيجي، لما تيجي تشتغل على الجزء بتاع السيلز استراتيجي، حاجه مهمه جدا وانت شغال، كل ما يكون بتوع السيلز وبتوع الماركتنج قريبين لبعض، مع ان ده بيبقى نادرا، كل ما يكون الناس دي مهمه جدا وقريبين لبعض، كل ما هتكون حاجه مهمه جدا، كل ما هتكون حاجه مهمه وهتكون حاجه اساسيه. يعني مثلا لما انت تيجي تشتغل على الجزء بتاع السيلز استراتيجي، لو بتاع السيلز اشتغل على استراتيجي وبتاع الماركتنج اشتغل على استراتيجي تانية، فانت كده مش هتبيع، العميل هيشوف حاجة ويجي يشتري يلاقي حاجة تانية. تمام. هتلاقي الدنيا كلها تخلط بعضها، العميل هيتوه مش هيشتري. تمام. هيجي يلاقي بتاع المبيعات يقول له والله دي حاجة كويسة جدا وعليها خصم، يجي يدخل على الاونلاين بتوع الماركتنج عاملين ان هي خصم 5% وبتوع السيلز بيبيعوا خصم 10%، او انت مثلا بتقول انا والله عندنا خصم 10%، يجي بتاع السيلز يقول له لا والله يا باشا احنا عندنا الخصم 5% بس، فانت هيبقى عندك مشكله. فانت لازم تظبط الجزء بتاع استراتيجيه البيع. تمام. كمان لازم في استراتيجيه البيع تحدد انت او تكتب انت هتبيع ازاي. انا والله خلاص انا هشتغل على الديستريبيوتر دول والناس دي اللي هتوزع لي. طب يا باشا اوكي، الناس دي هتوزع لك ازاي؟ هتبيع لك ازاي؟ هل هتبيع لك دايركت وتاخد الفلوس تحولها لك، ولا الناس هتحول عليك الفلوس ولما تحول عليك الفلوس تروح تستلم من عنده، ولا الدنيا هتمشي ازاي؟ لازم الناس تكون فاهمه انت بتبيع ازاي، لازم تكون عامل بلان للبيع. والله انا الاستراتيجي بتاعت البيع ان انا هوزع المنتجات بتاعتي في المحلات،
تمام، والناس هتشتري من المحلات دايركت، وانا هبيع لبتاع المحلات بتاعي دايركت على طول. يعني انا هبيع للمحلات والمحلات تبيع للاند كونسيومر او المستخدم على طول. تمام. طيب بعد كده الجزء بتاع الاستراتيجي او الجزء بتاع السيلز استراتيجي، خلاص بعد كده نخش على الجزء بتاع السيلز فريكوينسيز. تمام، بتتكلم انت هنا على الجزء بتاع التوقعات بتاعت البيع والتارجت اللي انت بتشتغل عليه. والله انا هشتغل على الجزء بتاع التارجت. تمام، هحط تارجت شهري معين. تمام، طيب التارجت ده انت المفروض تشتغل عليه ازاي؟ هتحط التارجت ده بناء على ايه؟ لازم تكون محدد الكلام ده، لازم تحط كل شهر عدد مبيعات محددة، لازم تكون حاطط في كل شهر توقعاتك من البيع. والله انا بتوقع الشهر ده هبيع بنسبة معينة. تمام، بتحدد انت ده. تمام، بتحدد انت ده، بتشوف انت هتشتغل على ده ازاي. تمام، دي اجزاء كلها مهمة في الجزء بتاع البيع والجزء بتاع الاستراتيجي، لازم تخلي بالك منها بشكل كبير جدا. لازم تكون محدد تارجت اودينس انت شغال عليهم بشكل محدد، لازم تكون عارف انت هتبيع ازاي وتحدد الاجزاء دي، لازم تكون فاهم الاجزاء بتاعت البيع بتاعك ويتنسق بشكل كويس جدا ما بين البيع وما بين ايه الماركتنج. تمام، ده الجزء بتاع الماركتنج والسيلز في البيزنس بلان. لو حد عنده أي سؤال ممكن إيه يسألني. تمام، سامعيني طيب ولا أنا عندي مشكلة في الصوت؟ أيوة سامعينك كويس. أي تمام. طيب خلاص، ده كان الجزء بتاع النهاردة. تمام، لو حد وهو بيراجع أو بيكمل لا عنده في مشكلة أو عنده حاجة في في البورت اللي احنا شرحناه ده، او لو هو بيراجع على اليوتيوب ولقى اي حاجه هو محتاج يعرفها اكتر او حاجه هو محتاج يفهمها، ممكن يبعت لي في اي وقت ويتواصل معايا وننسق الجزء ده واعدها له او اوضح له الجزء ده محتاج فيه ايه بالظبط. والفايل الناس اللي محتاجاه ممكن تبعتها لي، تبعتولي وانا هبعت لكم الفايل على طول، او تعمل يعني تواصلوا معايا بأقرب طريقة ليكم وأنا هبعت لكم الفايل ده. حد عنده أي سؤال تاني قبل ما نقفل؟ أوكي، السلام عليكم باشمهندس محمود. السلام عليكم، إزيك عامل إيه؟ الحمد لله. والله بس أستاذ حضرتك، وبالنسبة للبيزنس بلان حضرتك شرحه موجود على الفيس على اليوتيوب ولا؟ موجود على اليوتيوب شرح البيزنس بلان في كل الأجزاء اللي فاتت كلها موجودة على اليوتيوب، كل جزء أكيد أنا لو عاوز أسس شركة أو مكتب أقدر إن أنا أعتمد عليه إن شاء الله. بإذن الله. ولو عندك أي ولو عندك أي سؤال وأنت شغال فيه ابعت لي في أي وقت ومعاك. هو أنا كنت يمكن تدخلت مع حضرتك في موضوع في من يومين، يوم الاثنين على الهاوس كلاب، فكنت عاوز الكامفز او البيزنس بلان على اساس ان انا ابدا ان شاء الله امشي على المشوره اللي حضرتك قلت لي عليها انت والاستاذ احمد في تاسيس المكتب او شركه التسويق ان شاء الله. افتكرت. تمام ماشي، انا فاكر حضرتك استاذ عبد الحي تقريبا صح؟ ايوه تمام.
خلاص تمام، و خلاص اوكي تمام، هبعته لا لحضرتك. يا ريت والله. تمام، وبرضه لو في حاجة أنا موجود يوم الاثنين برضه على الكلوب هاوس، أو ابعت لي في أي وقت، أو يوم الجمعة هنا زي ما تحب. وبإذن الله لو في أي حاجة. اوكي يا فندم، خلاص حابة أسألك لو سمحت على برنامج اتفضل. الكلاب هاوس، تمام، ما راضي يزبط معي إطلاقا، بالرغم إنه الانفيتيشن وصلتني وأحاول أفتح ما يرضى يزبط، طب أحط هو او رقم ما حد يزبطش. ادى لحضرتك ابروف على ال على على دخول حضرتك في كلوب هاوس؟ مين اللي بده يعمل لي أبروف؟ بص هقول لحضرتك حاجه، ممكن ابعتي لي اي مسج وابعت لك رقمي، وابعتي لي رقمك وانا هنحل المشكله دي سوا. يعني حضرتك وحضرتك كنت ممكن بعتي لي عن تبعت لها الانستجرام تقريبا؟ انفيتيشن، ممكن تبعت لها ابعت لك انفيتيشن من ايه؟ خلال اه او ما الايميل انا او عشان حاجه كده زي كده. اه بقول لها تبعت لي الرقم وانا ابعت لها انفيتيشن وكده. خلص ببعت لك على شو اسمه ان شاء الله. تمام اوكي. الانستغرام ممكن ان اه شاء الله. هي كان في حد بعت لي على انستجرام على نفس الموضوع، فانا مش عارف هو حضرتك ولا لا، بس بشكل عام انا مش مهندس محمود. انت اللي كنت بعت لي او كان في حد بعت اه لي. بعت لحضرتك احمد صبري. اوكي تمام. طب اتحلت عندك؟ انا مش فاكر ايه اللي حصل ساعتها بصراحه. احمد سامعني؟ احمد سامعني؟ مش عارف احمد سامعني ولا لا. طب حد تاني سامعني؟ اسم مستر محمود، يعمل سيرش على ايه؟ على اسم محمود، اه وبعد كده يعمل له فولو وينتظر اي انفيتيشن من اي حد هيعمل له سبورت ويقدر يبقى عميل ممبر من البرنامج. طيب خلاص انا هحاول اعمل الموضوع ده كده، ولو واجهتني اي صعوبات برضو ممكن يعني احاول اتواصل مع باشمهندس محمود يعني. ان شاء الله. هو يعني في سيشنز بيعملها عليه غير النهارده، ولا نعم في سيشنز تاني بتتعمل عليه غير النهارده؟ يعني في ميتنجز تانية غير النهارده بتتعمل عليه، ولا هي ده الميتنج بتاع كلاب هاوس بتبقى يعني اوبننج ديسكشن، اه اي حد بيبقى عنده سؤال في اي حاجه بيسال عليها، يعني مش بيشرح حاجه معينه، بيبقى اوبننج ديسكشن. يعني انت عندك سؤال مثلا في التسويق، في المبيعات، في الاداره، وات ايفر يعني. اه تمام حلو قوي، شكرا جدا لحضرتك. الشكر اللي بتبقى برضه يوم الاثنين الساعة 9 برضه. اه بتكون يوم تمام الاثنين الساعة 9 فعلا زي ما تكرم استاذ تامر وقال، ويوم الجمعة الساعة 9 على زوم، وحد وثلاث وخميس المقال بتاع اي تو زي، ويوم الاربع بينزل فيديو على اليوتيوب. طيب انا هحمله يا باشمهندس محمود، واستاذن بس حضرتك لو تبعت لي الانفيتيشن اوكي على ال اشوف بقى اوكي حضرتك هتبعتها لي على ايه. اوكي لا بس ابعت له رقمك، ابعت له رقم بص الموبايل هو بتاعك. انا هديك رقمي اهو، انا بعته على ال هبعته لك على ال هبعته على الشات عشان لو اي حد عنده ثواني، ابعت اي حد ممكن يبعت لي على الواتساب وابعت له انفيتيشن. خلاص انا بعت تمام رقمي على الواتساب بحيث لو اي حد. خلاص بإذن الله إن شاء الله. شكرا جدا لحضرتك. عفوا تمام خلاص، اشوفكم ان شاء الله على خير يوم الجمعه الجايه ان شاء الله عشان بعثت لك نكمل. الرقم الله يجزيك الخير على ايه الانستغرام مسج خاص، بعثت اوكي لك الرقم الله يجزيك تمام الخير على الانستغرام مسج خاص. تمام اوكي تمام خلاص، انا اهلا هرد على حضرتك وان شاء الله هنحلها. ان شاء الله باذن الله تعالى. تمام اوكي اهلا تمام ماشي، شكرا لكم يا جماعه، وان شاء الله نتقابل الجمعه الجايه نكمل هو انا بقيه. ممكن معلش قبل ما حضرتك بس تختم اه اتفضل ممكن اقول حاجة؟ اه اتفضل. هو ينفع مثلا يبقى في يوم في الشهر او حاجة نقدر الناس المتواجدة في مصر او لو حضرتك في القاهرة يبقى في زي ميتينج كده اوفلاين هو بص هو ده كان بيحصل نناقش؟ 2018 و19، اه بعد كده دخلنا موضوع كورونا
بقى الموضوع دخلنا ميت اب زي بتاع يوم الجمعه، كنا بنتقابل كل خميس في اخر كل شهر. بس هو ده هيحصل فعلا ان شاء الله، مرتب له على شهر 7 او حاجه هيحصل يعني باذن الله، هنرجع تاني يعني، وهيكون ايفنت كبير ان شاء الله كمان. طب سؤال، تمام. اتفضل. الله يسعدك، كأنه البرايسنج لسه ما شرحته، ما يعني زي ما بحكي لك ما تعمقت فيها البرايسنج استراتيجي. اوكي، بص، هو كده كده بعد جزء البيزنس بلان هنخش ماركتنج بلان، هيكون فيها جزء البرايسنج بشكل مفصل جدا، لكن في جزء البيزنس بلان بنشتغل على البرايسنج، ان احنا بنشوف المنافس بيسعر بكام والسوق محتاج مني سعر كام، او معدل الاسعار في السوق بسعر كام، وبنبتدي نشوف بعد كده التكاليف ونسعر على هذا الاساس. ما الثلاث شاء الله خطوات ما شاء دول. الله. تمام. يعني هو بص، الان باشمهندس محمود كمان اتفضل. اغلبك يعني، انت بس شغله، انت لما حكيت ان شاء الله بترجع ايفنتات وإشي وكذا، انا اكثر شغله بتعز علي انه الاونلاين، معقول الاونلاين بروح يعني؟ الايه؟ الايه؟ الاونلاين معقول الاونلاين بروح؟ انه يعني ايه بيروح؟ مش فاهم. الاونلاين تاخد دورة عن بعد على الزوم. هي هي تقصد يعني هي كده خلاص، هي مثلا مهواة مش من مصر وكده، فكده الزوم خلاص مش هيبقى فيه لا زوم لا 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 مش هتروح، اكيد. لا اعتقد يعني. لا 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 هنكمل زي ما احنا عادي جدا يعني. يعني لما ننزل، مش انت قصدك هيك لما ننزل على الارض يروح بالليل انه يتنقل مع ازمة المواصلات، مع الو؟ الزحمات، مع كذا كابينت يعني. فيعني انا بتمنى انه والله حتى الاونلاين ما يروح، لانه الاونلاين انا لا لا كنت لا افتح مش المجالات اني هيروح، اسمع واشوف وهيك. مش هيروح. لا هنكمل عادي زي ما احنا عادي جدا، ما فيش اي مشكلة عادي يعني، هنكمل زي ما احنا عادي جدا. لما ان شاء الله ننزل على الارض ونتقابل وكده، لا هنكمل زي ما احنا، لان احنا اصلا هيكون هنتقابل يوم في الاسبوع او حاجة يعني، او يوم في الشهر يعني، انما بتاع يوم الجمعة هيكون زي ما احنا عادي. يا ريت الموضوع ده ايوه يرجع ايوه يا باشمهندس تاني، عشان بيفرق برضو مع تمام. حتى تمام. يا باشمهندس معايا يا باشمهندس سامعني؟ اتفضل اتفضل. بالنسبة للتسعير، كان هو المفروض التسعير احنا بنمشي على سياسات القفز السريع او القفز البطيء، والسياسات مثلا التغلغل البطيء والسريع برضه، ولا في بالظبط ده بيحصل، لكن بشتغل عليها ببلانج مختلفه يعني. يعني في الجزء بتاع البيزنس بلان بشتغل عليها بالطريقه البسيطه دي. تمام. ببتدي اشوف المنافسين وابتدي اشوف السوق والاجزاء دي، لكن بقى لما باجي بقى احط سياسه التسعير جوه مختلفه بقى كبيره، بشتغل عليها بيكون ليها ابعاد كتير جدا زي ما حضرتك قلت كده. تمام. طب ودي هو ممكن كمان المنافسين نشرحها. مش هيبقى لهم مثلا سيشن خاص بيها؟ لان انا اعتقد اه ان يمكن هي من اقوى الحاجات في التسويق، موضوع بالظبط. المنافسين، لا لان على احنا اساس انا بقدر يا اما اكون ريد بلو يا اما بلو بالظبط ريد. اه، هتاخد لان لها الريد اوشن يا بلو اوشن. هتاخد لها جاب كبير جدا، في مش هتكون مش هتحتاج حاجة بسيطة يعني. يعني انا هشتغل على اعتبر لسه في البدايات ان شاء الله، ما فاتناش كتير يعني. بالظبط. لا لا لسه يعني، لسه مكملين اجزاء بسيطه. كويس جدا، بس انا تخوفت ان يكون احنا خلصنا اجزاء كبيره. ويا ريت لو في حاله نقدر ان احنا نعمل عليها اسقاط للبلان، يكون كويس جدا، حلقه او حلتين من شون. هتساعدنا كتير جدا في توصيل المعلومه بسرعه. يعني شركة أوكي. معينة نكون بنعمل لها تحليل أو بنعمل لها بزنس بلان، مجال معين، صناعة معينة أو صناعتين، يعني ده أعتقد هيكون الموضوع بالنسبة لو اتثبت هنقدر إن احنا نوصل لفايدة أكبر. احنا بناخد في كل
كل بارت صغير مثال بيكون على حسب ايه، على حسب المثال نفسه بيدي عليه امثله مختلفه على حسب صناعات مختلفه. يعني مثلا اشتغلنا على الكلاسز، اشتغلنا على الكلوز، اشتغلنا على الشوز، اشتغلنا على الفرنيتشر، اشتغلنا على الموبايل، على اللابتوب. يعني خدنا في كل حاجه جزء لوحده. يعني واعتقد ان احنا لسه ما تطرقناش للمزيج التسويقي او المزيج الترويجي. لا لسه، لسه الأجزاء دي كلها لسه ما دخلناش. كويس تمام كويس جدا كويس جدا. ماشي ماشي ماشي. حد محتاج أي سؤال تاني أو عنده أي مشكلة تانية محتاج أو أي حاجة نتكلم فيها أو حاجة يسأل عليها؟ أوكي تمام. خلاص أشوفكم بإذن الله الجمعة الجاية، و نكمل بقية البزنس بلان. وإن شاء الله لو حد عنده أي سؤال في أي حاجة ممكن يبعت لي في أي وقت، وأشوفك على خير المرة الجاية بإذن الله. آخر سؤال، معلش أنا آسف حضرتك. اتفضل. لا لا اتفضل. لو قدرنا ناخد مثلا يوم يكون فيه ستاف كده سيشن، نلم القديم على أساس الناس اللي زي حالات اللي هي ما حضرتش بعض الأجزاء مع آخر تمام. جزء موجودين فيه، أكون شاكر لحضرتك جدا. ولو الجماعة موافقين أو الشباب موافقين يكون كويس جدا. تمام. في حاجات أنا أيام أنا يمكن بلغت حضرتك كان في حاجات في امتحانات الفترة اللي فاتت، معظم الناس إن كانوا حتى أندر جرادويت أو ماستر أو دكتوراه، فمعظم الناس كانت بتمتحن الفترة دي، ففي ناس كانت منقطعة كتير. لو قدرنا إن إحنا نجيب اللي فات عشان نبدأ إن إحنا يكون كله واصل ببعضه، نربط الدنيا ببعضها، نكون شاكرين لحضرتك طبعا. ما فيش أي مشكلة. مش لازم تفصيليا، بس هو يعني لو يعني مراجعة بسيطة عن اللي فات بس. تمام، ما فيش أي مشكلة. تمام، ماشي، ماشي. ماشي، شكرا لحضرتك. ماشي، ماشي. أوكي، تمام. خلاص، بإذن الله هنحاول نعمل برضه سيشن مجمعة فيها كل أو مرتين مع بعض كل النقط بشكل كبير عشان اللي فات أو اللي الناس ما قدرتش تكون حاضرة. وبإذن الله يكون فيها إلمام كبير بالأجزاء اللي اتكلمنا عنها كلها. بإذن الله المرة الجاية هنكمل بقية الأجزاء، وهنتعمق بعد كده أكتر في جزء التسعير والأجزاء مختلفة. وأشوفكم على خير إن شاء الله الجمعة الجاية. تصبحوا على شكرا خير. لكم. عفوا. شكرا.